فوالا وحمد واتفقين صاحبي اتفقين كي تخبر عليا فيه فيك تمشي فيه ولا من الصباح وانا نصوم ديالك يا صاحبي ما شتيش التليفون ديالك وانت واش دير تصدع عليا واش التليفون ديالك انا غنشوفه انا راه خاصك تشوفه انت شفتي لابيل عاود عيط ليا بيبي عليا نعاود نزوني عليك تكلم معايا صيفط ليا في ذاك الميسنجر ولا صيفط ليا في الواتساب صيفط ليا قول لي راه مالك عيطتي ليا نجي عندك فين الدرا انت فين فين بجي العروبيه ويلي ويلي احنا داير اليوم نتلاقاو نمشيو للقهوه نجلسو ونتكلمو وتا خلاتي ومشي ديال العروبيه تبع ما تشاورتي واش تهبير ولا لا تما انا مزوج بك هنايا تبع ما تشاورتي تمشي للعروبيه راه ما كاجي خاصك تمشي للعروبيه وتا اليوم راه الجمعه اليوم راه كان خاصنا نجلسو وطير نتلاقاو مع الناس اصاحبي تا انا هبلتي شتي هاد الفوضى اللي كاينه في المغرب شتي ولا ما شتيش شتي هاد الحال ولا ما شتيش دخلت انا قبل الله انت غادي للعروبيه عندك الجواز ديال التلقيح باش تمشي للعروبيه ها ما عندكش ولاش ماشي ليش ليش ماشي دروك يتكاو عليك الجدارميه تما ها وجاوبني هضر معايا ها عندك شي غرض تما خاصك تقضيه لا مزيان مزيان تقضي الغرض وخليني انا نتسنفك ما لقيت ما ندير انا دابا انا معاك مسالي قبي انا ياك مسالي قبي باش نمشي للقهوه نريح نتكالمه سير انا نعيط لك ونخسر عليك في السول واش تسير تضحك عليا ولا شنو هو السي احمد والله يديك وانت زير معايا شويه بنادم راه خاص تكون عنده الكلمه واللي ما عنده الكلمه راه ما عنده حتى حاجه في هاد الدنيا ايوا ما خاصني حتى زير معنا شتري شويه الله يرحمك الوالدين او والله العظيم طالع لي الدم طالع لي الدم ما نقول لك تجالس كنقرا في الجورنال وكنت مره كنشد التليفون وكنشوف اتاخر نوش هذا اتاخر نوش صراحه والله العظيم الا طلع لينا الدم صراحه ما كرهناش غيمشي في حالته حد داك السوارت ومشي ما خدامش لينا ما خدامش لينا راه كيخدم على المصلحه ديالته صافي من الاخر هذا تخربيه قال لك حقا والواد صوتو عليا نجح غنتهلا فيكم نمتعكم نعوضكم راه سير كيعوض لينا سير كيدير لينا في الزيادات ويزيد لينا من هوك ويزيد لينا من هوك كل شيء زاد في جميع الاسعار زاد في دركا واش غنديروا دركا انا قول لي اش غنديروا قال ها هو تاخر واش هذا راه ماشي كيضحك علينا هذا واه من الاحسن يرحل يرحل انا بتيسع شغينا بيه ما عندنا ما نقدروا بيه ترى خلي راه كله فحال فحاله بدي خلينا راه كلشي مسقم مغروف وحده تا ودي احمد راك ما عارف والو السياسه راه فشكال وانا وياك راه كنا باغيين نتلاقاو باش نناقشوا هاد الموضوعات هاد القضيه ديال اخر نوشي ما عرفت كيفاش قضيتو انايا جا انت خب صوتني عليه غبر اغبر ايه وزوينه دي بقى لي نعيط لي انا في التليفون قول لي واش اخر نوش تا فينك اصاحبي تا فين اللي داكشي اللي وقع ولتونا بيه وعدتونا بيه غديرو غتفعلو ما كاين حتى حاجه والله العظيم بينو وبينك كون عام شاف حالته ويحط صورته ويسقد صافي اش بغينا كون خلا هذاك شتك خطيبه منير هذيك نبيله منير هذيك هذيك السيده والله العظيم الى راجل ونص والشي هكا تقاتل وباغا تحيد داكشي ديال هذاك الماتش ديال التلقيح هذاك لاكار ديال التلقيح باغا تحيد الجواز ولا ما تسمك تجدمو تلفونه كاع حق مولانا راه ما كاينش اللي مرض نفس الصحه ديالنا من غير هاد الحكومه هذه كل مرضاتنا عا كورونا ما تمرضناش هاد الحكومه هذه والله العظيم الا داروا فينا الفقسه يركبوا فينا السكر غادي نتفقسوا والله العظيم الا غادي نتفقسوا اشنو وحدي ترى اللي كندير مع السيد بلاتي شويه سمعتيني اش انت سير تقولي ترى اللي كندوي مع السيد اش بغيتي ماشي مع ما كندويش معاك انا كيفاش انا كندوي بوحدي ما كندويش معاك انا كندوي مع السيد ندوي بوحدي انا مال انا مسطي وصافي انت خليك في السطاح ونشري الحوايج ورسوكتي تي كمل لي فكنا وصلنا وترى انا ما كنهضرش معاك ما داويش معاك حتى يعلق ما تخلي نهضر مع السيد انت ما جيت بوك انا ماشي معاك اخويا خليك معاه انت ما جيت بوك تي غادي راه نجيني مالك انت ماشي معاك اصاحبي انت تراني كنعاير هي ما كنعايركش حتى انت واش تسمك ولا مالك وماشي انت اللي سمك ماشي انت راه كنهضر مع السيد في التليفون ودي هلينا من التبريج ديال هو ماشي معاك اصاحبي ماشي معاك انت ما غتجي علي انت وترى ماش كنهضرش معاك احنا ما تسالي تجلس عطيني ابتساع سيري دير لك شي حاجه عطيني ابتساع وي ولا خليك معايا انا عرفتك انت في ابتساع عرفتك انت كاين في الخلا وعرفتك انت كاين في العروبيه خليك معايا راني سير ندوي معاك انت انا كندوي معاك ولا واش كندوي مع حليمه كنعاير حليمه ما نعايركش انت وانت صاحبي وعزيز عليا وحنا معايقين بعضياتنا وخاص عليك الزبابل ديال السولد وانت كتقول لي نعرفك انت ما كنعرف هو ولد حليمه كطلع لنا الدم انا ما كنهضرش معاه وكيتعيط ليا هلا زيد هيا كتعيط اش بغيتي وانت راني كنهضر في التليفون مع مولي الوقت وكنهضر مع السيد قال لك مع مولي الوقت انت مالك انت مضروبه على مولي الوقت خليني نتكلم مع السيد
خا تكلم مع السيد راه كيهضر مع هذاك سميتو داك اخنوش رئيس الحكومه اللي عطى لينا سيدي ربي ما عاد مين تسلط علينا. عقلتي ملي كان داير البلوكاج ديك النهار البركيره انا عقلتي ياك لا انت ما غاتفهمش في السياسه. خليني لك تعطيني اتساع عطيني اتساع انت يا المهمه كندا نقول لك انت سمعتيني سي احمد فين كنا واصلين درك انت غتجي ها غتجيتني وحاول جي صاحبي الحد ترى الحد مزيان نجلسو ونناقشو ونتكلمو اصاحبي واو قول لي انت درك انت فين في العروبيه عرفتك في العروبيه فين بلاصه بالضبط مزيان هذوك الغنيمات غتبيعهم ولا ما غتبيعهمش غتبيع هذاك الضروبه ولا بعتيره مزيانه غايجيب لك شي ملينات شحال اجيب لك واحد الربعه او ما يوصلهاشو اما يمكنش حتى هو طير وكاع البوط هو تهرسهم وكاع هذاك الكوري كله فرشخه وما يجيبش 4 مليون وانت اش غدير مع الثوره الضروبه الا ما كانش غيجيب 4 مليون مليون ونص يعطيوك فيه هو المهم دفع الا ما عندكش البديل عاد دفع بيع وقول لي وبغيتك تسلفني يا ودي يا سميتو راه القاضي عندي مزايره ومحاكه وبغيتك تسلفنا واحد المليون وملي تبيع الثور سلفني مليون وخلي عندك هذاك النص وانت سلفنا مليون وخلي عندك هذاك النص ولا ما بغيتيش تسلفني غنضرب بوك بنص انت مالك على القوالب كامله انت باغي تاكلها بوحدك وانت داك الثور انت ماك تاش خاسر فيه تخسر فيه شريالات وياك هاكا تخرجوا راه كياكل تما الزرع ديال عباد الله ويدخل الفص ياكلها ومالك وانت غتبيع مليون ونص راه كلشي عندك رباح ياك ولا لي وزير معنا شي شويه واش انايا انا غادي نبقى انايا انت عاد سلفنا في الكشات راه القضيه واقفه والازمه واشتغلت بدات تصب والله العظيم راني باغي نسقف غير واحد البيت نسقفو كتدخل عليا القطره ها نشوف والله العظيم انا نهضر معاك والقطره راه خدامه عليا انت لا راه كاينه الشتا قال لك ما كاينه الشتا راه انت اللي تما ما عندك الشتا ما انا عندي الشتا سير سير كتخبط شو وا 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 انت راه تبارك الله الخير موجود لقي حليب ماشي فالي ديال الماء هاد الشهر هذا ان شاء الله بتلقى حليب ما غادي يجينا الشهر ديال الماء غيجيني غالي ام لا سدي دوك الروبينيكات ياك وخرجي دوك البواده ديال المسك الماء ديال الشتا ودخلي حطيه في السطح تن تسهل علينا الله كمل لي جاس ميدك في كنا واصلين قلت لك سلفني ديك مليون قضية عندي راه شي شويه مزيره الله يعطيك الستر ويتوب عليك ويحن عليك سلفنا والله العظيم الا سلفتيني راه غادي نبوس لك على راسك اودي يا احمد ما تسيبش القضية عندك محاكة وانت فين عمر عاكد عندك القضية متيسعة انت ديما عندك القضية محاكة انت غايسر يسر سير بيع هذاك التورة ودي سير بيع وراه غادي يجيب لك الفلوس صحيحة سير انت سير اصاحبي سير وشي عندي بغينا نتلاقيه واصاحبي باغي نتلاقي معاك باغي نناقش معاك المشكل ديال اخنوش حق الله العظيم داك اخنوش مطلع لك الدم من داك الشرفيع ودي خليني سير الله يسهل لك سير طلعت لي الدم ديتي لي الانيرجي ديال الطاقه ديتي ليا.